السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب بنات، اللهم يحفظكم إن شاء الله. طول المراسلات لك 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 خرب لك لك هي لك هي شنو؟ تمام، إذا نروح لقناة نونو ستار أو جيم نونو راح يطلع لك نصائح. آيد والله easy peasy lemon squeezy easy peasy lemon squeezy. تمام، اكو اول ناشر كان عاشر نصائح لوباء الاكس. وباء اكس بعض الناس يقولون كذب، او هذا ولا يحصلون لايكات، نونو يحصل لايكات يجيب من ش تكتب؟ تكتب وباء اكس، شوف حتى طلع لي قبل. يقول 2023 4/9/4/6 23 يعني بهاي السنة يعني فات. وفقا لباحثين فإن اكو وباء اكس قادما، وهو على الارجح مرض تنفسي ينتشر بفيروس معد خلال مدة الحضانة عندما تكون الاعراض. ماما هل حقا وباء اكس موجود؟ وإضافة علماء في عام 2000 بأن مرض اكس رغم عدم معرفة كثير عنه، وذلك من اجل توضيح الحقيقة ان الوباء المميت القادم يمكن ان يبدأ من مرض لم يسبب اي مشاكل من قبل. وقال العالم الريوجي والمستشار منظمة الصحة العالمية جول اراني روتغن إن من المرجح أن يكون التفشي التالي أمرا لم نشده من قبل 2023/4/6. هل هناك مرض زومبي؟ هل سيصيب الزومبي البشر؟ وفقا للدراسة الفرنسية في الميكروب محل الدراسة، تفرع 13 ميكروبا تم اكتشافها من 7 عينات تصيب فقط كائنا مجهريا وحيدة الخلايا وهي الإيمبا. وقفا للتجارب المختبرية حتى الآن، لذا فيه لن تشكل أي خطرا على البشر أو أي كائن معقد آخر، إلا في الحالة تطورها لكانها إلى الآن في حالة ثبات حيوي. كيف تحمي نفسك من الزومبي؟ هل يوجد زومبي حقيقي في العراق؟ ها هذا الجواب. الزومبي مذكور في القرآن الكريم، راح نجي على المذكور القرآن الكريم وبعدين الزومبي في العراق. يقول نفى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمنطقة الفداء مرسل السلطان عبد العالي سعيد أن تكون حالة هستيريا تلك الناتجة عن تعاطي التلميذات لأي نوع من أنواع المخدرات. سبب حالة هو أن التلميذات تناول مخدرا يطلق عليه اسم الفلاك الذي يغيب من يتعاطى عن وقوع. تمام، هل الزومبي مذكور في القرآن الكريم؟ ذكر القرطبة في كتاب في إنه كان هناك رجل ميت كان شديد كفر الطغيان، عندما دفنه مر رجل قفر فوجه بأن هناك يد تتحرك وتخرج من تحت الأرض، ظهر له هذا الزومبي الرجل الميت، فزع الرجل هرب، لكن أخبر أهل المدينة بأن الشيطان قد تلبس هذا الجسد لأنهم لم يكفنونه وأنه يصلوا عليه كثرة طغيانه وظلمه. من هو أول زومبي في العالم؟ ما هي عاصمة الزومبي؟ ها ما سبب ما هي عاصمة الزومبي؟ ها يوبكات زومبي برتغال، والبرتغال لفترة طويلة بين عام يعني 1984 إلى 1900. وقف وقف وقف، مو 1900، 1678 و1694 دولة، يعني تقدر تقول بزمن الدولة العباسية. ما هي ديانات؟ شوف أنا ما هو هل الزومبي قائد مسلم؟ شوف أنا شقد لقيت أجوبة طايع حظها، بس نفس هذا الجواب ما لقيت. ما هي ديانة الزومبي؟ بل جانجا زومبي هو قائد أفريقي مسلم أسس دولة سامية في البرازيل، وكان له دورة مسلم. هذا الأساس الزومبي، هذا الخرب من الخرب.
فيا شباب الحكي نونو كله صح، بس المشكلة اكو ناس مطاية ما يعرفون. هاي بحثت انا بالجوجل. والله زين عمي صاروا عندي هواي مشتركين. يا قلب اريدك قوي يا قلب. اسب الله بذول انتهوا ما تلقى عندهم صديق. شنو سالفة؟ خلينا شوي جمال اخر كل الجمال. ايش بيك ضايجة؟ ايش بيك ضايجة؟ يا قلبي ما تنصح، كم حلوة مرت لك. ما ضايجة اتمنى تشوفك شبك. انا خارج العراق تمام، يعني فاجئين انا خارج العراق. يوم الاحد بالليل الساعة 3 نجي للعراق، وتحديدا كربلاء. اروح نزور جنة الله بالارض. او ما تلقعدهم صدق. كربلاء الحسن والحسين، قصدي العباس والحسين عليهم السلام. كحيل عيني الهواشم امسحيها دمعتك، انا بهالجمعة ظاهر. امسحيها دمعتك انا بهالجمعة ظاهر. لا حبيبي ايه اللي اشبيك؟ لا يا قلب عادي مو مشكلة. لا شنو مو مشكلة؟ شوف انا ايش كتبت، الله يرحمه. والله يا شباب والله يعني موتة كتل، حتى صوتي انشحط من قد كتل ضربان، وكان يقام هم ضربني. بس والله طيحت حظه. مأجورين عظم الله. هو زيون شو ما كنون؟ والله ما ادري، اعتقد اعتزل لان كلها اعتزلت. هسه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة. أوقف شا بعدك وتعليق مخفي. هنا ماكو تعليق مخفي. أريد ماكو تعليق مخفي. ماكو سوا واحد اثنين تمام. هاي ساية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. ها سبعة صحيح. تمام. وينو؟ شرج بالسفينة ودوس على الكلفات، وأهمان اللي يقول أم الحلا ناخذها بالسهلات، بتشوف النشامة بصفحة الرشاد. أسوي تنسواي مو مشكلة عادي قلبي هدوم. وينو النورة؟ عادي متعرف كيف شغل ما عرفت. ها شنو هاي؟ هاي نونو كان أنت تجي تعلق بقناتي. شوف شوف يطلع عبيبة متعرف أنت منه. أنا بنية عبالك ولد، كل مرة تقولي لي أنا بنية وانسي ترى إلي. والله أبقى أسميك ولد للموت. مبين عليك نساوي تنسى. هو هذا نونو. نونو قايل مبين نساوي تنسى هواي. عبالي ايه يا وانا صار لي بالسنة. مو مشكلة عادي يا قلب هادم، هواي منورة يعني عيوني. عادي نتعرف بكيفك. اول ما عرفت انت بنية حبيت اتعرف عليك. انا بلدي انا عمري تعرف علي كان 12. شنو انا 12؟ انا 12 شنو انا 12؟ انت ليش ما تعرفين تكتبي؟ انا عمري 12، بلدي اسمي رايات، عمري شنو 12؟ بلدي اسمي رايات، عمري محافظتي العراق كربلاء. ما اعرف انا طلع والله. شرج بالسفينة ودوس على الكلفات، وأهمان اللي يقول أم الحلا ناخذها بالسهلات، بتشوف النشامة بصرخة الرشاش، صرخة هالوقت تتنطل الغباش، كحل عين موت أنا بدو الرشاش، عيشة ويا الشكون الزفرة ما تنهاش. نورك عيوني ها بالعصر عندي غلط اسمي بعدين صلح. زين زين اسمي رايات، عمري 12، فلي محافظة العراق كربلاء. اني اسمي ايليا، عمري 14 شو يوم وليد 2009، محافظتي ميسان تمام. ها من محافظة اي ادري. نورك العاكس اتشرف في رايات. في رايات اقول انا التعليقة. يا فحل مديرة النساء
أسبح حمخاف محشش. هلا بحسين الثاني، يا الله والله هلا بحسين الثاني. وين طفرنا؟ تستاهل أكثر. الله جمال، شوف ما حد كاتب الله يحفظه. لا 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 طايحين الحظ، لا لا يا طايحين الحظ. بس يعني إيه ليش أنت ما معلق الله يحفظه؟ ها ليش؟ كلها معلقة، وحتى جدي هو معلق قال الله الله يحفظه. أدري أدري كلها كلها. قفص، ليش تسدوا قفص؟ الله انت عيونك عيونك حتى اطمئن، وادري كل هذا الحزن من محيب والحضن. ما قتال العرب كيف الحرب ما ينغلو. شو يا عجابة يا علي؟ تمام يا عباس، حسين، حسن، محمد، آدم، مهدي، آلاء، شنو؟ والله يا علي لما قتال العرب ما في تعليق سلبي، الحمد لله والشكر. ماكو اي بس شو كلها نجاح، كلها نجاح. ما طقت الكعبة ابشر بعلي حامل الحمى ان شاء الله. اعطيني مراد ابوي. شو كلها كلها نجحني نجحني. اقروا هي كسالة، هي اي هي هي قشامر، هي هتلية. اقروا اقروا، عايفين الكتب وجاي لي مرقد. شنو الامام علي يكتب لكم؟ اقروا فقر على قول ابو عزرائيل، اقرا فقر فقر. واخيرا ايه يا معلق؟ يا اخي يا علي نجح، لا فتل علي ولا سيف، هكذا قالها في السماء يا علي النجاح. أنا جاي أحس قبل الشجاعة محكمة يحبونهم الشيعة وتركوا المشركين. أهو إن شاء الله ما نشوف تعليق سلبي. ها شنو؟ هاي والله ما يسمعكم علي ولا درى عنكم. هاي معلق لنا مصمم شيخ كعبي علي بن أبي طالب يشوف كل أعمالنا، ماذا نقول عنه؟ وراح تشوفي وراح ترى في البرزخ كيف علي لم يسمعنا. تمام. تمام. مني تعشقك انت، سوى انجاز كبير التصميم. شوف شوف انا شكات بس ما علينا بالاغنية. شباب تعذر شوي، عندي يا كرش كنت تدرون شباب شو وصلني؟ والله نزل وزني، صار وزني 40. هاي بس قبل وش تاكل هواي من المطاعم، مو هواي اكل من المطاعم. اسمع جماعتي بس وانا زيوني منتظر طيح الله حظه، ابو الاخضر ابو الفضل على راسي، ابو الافيض ناس نصر الدين طيح الله حظه، ابو الاسود الياس
على راسي، تاج راسي هذا. شباب اسولف لكم سالفة، انا اول ما صرت مصر سويت هذا التصميم، بديت كل يوم انشر تقريبا 13 مرة مثل هذا، بس اغير الاغنية، يعني هذا التصميم صاحب فضل علي. لا لا عليك، اشتعل ابليسك. الياس هو انجاز كبير هذا التصميم، مو يب دام ان شاء الله. حبيبي الله، هذا استاذ فاضل مدرسي، وهذا علي، هذا محمد مهدي رسول الله ابو الفضل. ابو الفضل ما جاب هاي الصوره، اي غربي دوده. الله شوارعي، اسألني الشوارع وين للأحبار. نور زهورة، إخفاء من القناة، أتدخل هذا التعليق وأي تعليق. لا ما نريد نخفيهن، نور تمام. يبالله نشوف تعليقات، ايش قد عمرك؟ بس ليش يا بس هيش لان شكلك صيف عباس الخامس لو سادس ابتدائي، انه في ناس شنو يعني رمزة في انتظار جديد هيك الاروع، هذا ما ادري شي مضرب كل شي ما افتهمت. انا ملك الفصحى وما ما عرفت والله كفو. هذا الرباط جابوا لي من سوريا من لبنان، هذا الرباط والقميص. تدرون كل ملابسي ما مشتري مياه ذرة من كربلة. خليني اشرح لكم، شوف هذا الشاكيت الجلد من البصرة، هاي الربطة من البصرة، اللفاف من العمارة، القميص من العمارة، القاط الرصاصي من ايران، والحسين ما كذب. انا بس الوحيد اللي ملابسي مو من العمارة، من مو من محافظتي، الوحيد الوحيد. عيب عيب. ها شو واحدة معلق لي هذا، والله كفو منك كفو منك. يا الله الله أكبر، أي من الله أكبر على وجهك، وجه وجه يقول أمي أحلى أم بالدنيا أمي. يمه يمه أودان الثقيل الماتس الريح عم عيونك من القاش والله عيوني ما حد يشوف هسه بشرفك، عيوني هنا مبينات جاي تشوف سواد لو عسل، وين عسل انت تطلع بالنفس. اوقف هذا قالب قالب، اوقف اوقف، اقدر اخلي هاي النار هيش تطلع، بس اوقف عندي تجربة، هذا قالب بس انا هذا الكتابة ما مسوي، اذا والله خلاني اروح اسوي تجربة. قولة تضبط هسه، مثلا انا البارحة مشتري هذا القميص، مشتري انا البارحة اشتريت ملابس للزيارة، انطوني رأيكم بهذا القميص، اشتريت بعض قميص وبنطلون وحذاء جديد. لا لا خلني اكتب، خلني اكتب عليه اني احبها وتحبني. والله يا شباب كل شيء ما اجى على بالي الا هاي الجملة، عذروني. اوكي.
تمام يا شباب، هاي نروح للإعدادات المسبقة. تمام، كلش زين كلش زين. يا الله حلو، خلينا نروح للأخير، للتأثير الأخير. عندي أنا تأثير بالأخير. تمام، هذا خلينا نشوف بالله هذا. زين زين، اكو غيره، اكو غيره، اعتقد اكو غيره مو تمام.